حضرتك ذكرت موضوع انه انتزاع الاعترافات بالاكراه. والله العظيم بعض ضباط التحقيق ساوموا المعتقلين على اعراضهم وعلى شرفهم. ليش؟ من اجل انه هذا المعتقل ما انطى اعتراف بالتعذيب، اجى قال له مرتك وامك واختك وقال له ابصم وبصم، وهسه محكوم بهم 15 وال20 والمؤبد. اكثر من 88% من المعتقلين داخل السجون ابرياء. ذاك اليوم يطلع لي معقل من النينوى يقول يجب اعدامهم بالكامل بعقالك والبشيله، لان ذولا اللي تحكي عليهم انت ذولا بجريرتك، لان انت اللي كنت ممثل لهاي المحافظه وانت اللي صديت لهاي المحافظه. ذولا راحوا ابرياء، 88% بالسجون والمغيبين ابرياء. وهذا الملف ورا دوله ومدى ينفتح ومدى ينحل. واي رئيس برلمان يجيب لجنه ويفتح ملف المعتقلين ويريد يثيره، ثاني يوم يفتح المجر الثاني ويضم الملف ويطلع. ليش؟ لان يجي المرسوم او المسج ويضمه. فاستاذ انس، المكون هذا ما عنده شعب، هذا المكون ما عنده حاضنة ممكن يحتمي بها غير الدولة. وأنا قلت لك إذا السيد محمد الشياع السوداني القائد العام للقوات المسلحة دخل في جبهة الصراع من أجل إقصاء الفساد ومحاسبة الفاسدين وعودة النازحين وإغلاق ملف المعتقلين المغيبين، فإحنا جنود وياه ونقاتل الآخر نفس. ليش؟ لأن إحنا نؤمن بالشراكة الوطنية ونؤمن أن الدولة هي صاحبة القرار. إيه نعم، هسه يقول لك أكو يقول لك أكو الآن منظمات حقوقية ولجان، يعني أخبار تتكلم عن لجان ومنظمات راح تدخل للعراق وراح تروح للسجون، تفتح السجون وتسولف ويا العالم، تعال عمي انت اعترفت انت مرتكب هاي الجريمه، لو لا مرتكبها خلاص ياخذ جزائه. ما خلي يروحون اللي اخذوهم عمرهم 13 سنه و14 سنه وهسه عمرهم 24 سنه وما متسيره دعاويهم، خلي يروحون يطلعوهم. عاد هاي المنظمات المن تابعه؟ مو احنا خاف تابع الدوله تدور سوء وراح النوب 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 اللي ما منفذ حكم الاعدام وهو ذري راح تعدنا. هو لا هو اللي لعب بيها هاي الفترة كلها المخبر السري سيء الصيت.